برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من تنس بورت. على مدار الحلقات اللي فاتت حاولنا نوري حضراتكم رياضات كتير مصر بتنجز فيها إنجازات كبيرة جدا، سواء على أداء اللاعبين والنتائج بتاعتهم أو تنظيميا. احنا النهاردة هنتكلم عن نتيجة واحدة من الإنجازات دي، وهي بطولة العالم الخماسي الحديث واللي أقيمت في مصر في الأيام اللي فاتت، واللي مش بس أقيمت في مصر تنظيميا بشكل مشرف جدا، لكن كمان عندنا 4 لعيبة مؤهلين لأولمبياد طوكيو. هنتكلم عن كل تفاصيل الخماسي الحديث، لكن خلينا نرحب بضيفي مهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري الخماسي. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. خلينا نبتدي من البطوله. اختيار مصر، وزي ما احنا عارفين هي بتقام في وقت حرج شويه، وجود الاجراءات الاحترازيه والكلام ده كله، عملنا ايه وازاي تم اختيار مصر؟ تم اختيار مصر الحقيقه مش هقول بالصدفه، انما بتنسيق مع الاتحاد الدولي. البطولات الكبرى، بطولات العالم تحديدا، كبار، ناشئين، شباب، بيتم ترسيتها على الدول قبلها بسنتين وثلاثة قبل الميعاد بتاعها، ببيدنج وبرزنتيشنز معينة واختيار مكتب تنفيذي بتصويت. مصر كان راسي عليها حضرتك بطولة العالم للشباب في 2020، وكان راسي عليها بطولة العالم للناشئين 2021. أما بطولة العالم الكبار كانت راسي على دولة بيلاروسيا. فاللي حصل مع تأجيل كل البطولات الحقيقة في 2020، الاتحاد الدولي طلب منا ان بطولة العالم للشباب تؤجل ل 2021 وننظم بطولتين عالم شباب وناشئين، واحنا قلنا اوكي مفيش مشكله، وخدنا موافقه الدوله على كده وموافقه اللجنه الاولمبيه المصريه على هذا. بعد كده كان حصل كده في 2020 زي قلق كده سياسي في بيلاروسيا، وبناء عليه رئيس الاتحاد الدولي كلمني الحقيقه في يمكن نهايه 2020 وقال لي لو القلق ده فضل موجود احتمال نحتاج ندور على دوله اخرى هي اللي تنظم بطولة العالم الكبار. فممكن نعتبر مصر بلان بي لينا ولا لا، لان هيبقى الوقت ضيق جدا عشان يتعمل البيدنج بروسس والكلام ده كله. فقلت له مصر جاهزه في اي وقت، بعد التواصل طبعا مع اللجنه الاولمبيه المصريه، مهندس هشام خطر رئيس اللجنه، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي رحبوا الحقيقه بشده. احنا هنا الميزه اللي عندنا ان احنا ملاعبنا جاهزه، فاسيلتي بتاعتنا جاهزه، وممكن في اي وقت نقدر ننظمها زي ما حصل مع الكوره وحصل مع العاب اخرى كتير لما احتاجوا مكان ينظموا فيه. فده اللي حصل فعلا، ان قبل البطوله دي بحوالي 3 شهور او 4 شهور، ما بين 3 ل 4 شهور، رئيس الاتحاد الدولي كلمني وقال لي احنا هنسحب البطوله من بيلاروسيا، خلاص الوضع لا يطاق هناك، مش هينفع، ونحب نديها لمصر. ففتحوا البيدنج فعلا، ادوها لمصر، وصوت المكتب التنفيذي بكامل هيئته على الموافقه ان مصر هي تنظمها، لان دي بتحتاج موافقه مكتب تنفيذي، موافقه استثنائيه، لان المفروض ان مفيش دوله تقدر تنظم بطولتين عالم لمراحل مختلفه في نفس السنه. بس من ثقتهم في مصر الحمد لله تم الموافقه على طول. وده يمكن اللي عايزين نوضحه للساده المشاهدين، انه الخماسي مش زي كره القدم مثلا، يعني كره القدم ده الاختيار بيتم بقرعه، لكن الخماسي زي ما حضرتك بتقول بتصويت لا، وكره القدم مش بقرعه خالص، كره القدم هي نفس الحاجه بالتصويت برضه. يعني مثلا يبقى في 3 4 دول عايزين ينظموا، بيقدموا ملفاتهم، ثم المكتب التنفيذي بيشوف الملفات دي وبيشوف البرزنتيشنز، وهو اللي بيصوت. ممكن ده ياخد 10 اصوات، ده ياخد 5 اصوات، اللي ياخد الاصوات اكتر هو اللي بينفذ. ده عمرها ما بتبقى بالقرعه في اي اتحاد دولي مين اللي هينظم بطوله. طيب خلينا بقى نروح لتقسيمه البطولات. في الخماسي مختلف شويه، هو والرياضات الفرديه، انه كاس العالم مختلف عن بطوله العالم، ممكن حضرتك شرحت لي القصه دي، عايزين نشرحها اكتر. كره القدم عامله لنا لخبطه كده في ايه، في الالعاب الفرديه الحقيقه. وبما انها اللعبه الشعبيه الاولى، فالناس يعني بتبقى قايسه كل حاجه عليها، هي يعني هي ده الاساس والباقي كله فرعي، وده مش حقيقي. يعني كاس العالم في كره القدم بيقام كل 4 سنين، وهو اهم حدث في كره القدم. صح. احنا عندنا في الالعاب الفرديه عندنا مراحل كاس العالم، يعني كاسات العالم دي بتقام 3 4 كاسات عالم، كل كاس عالم في قاره مختلفه، وثم نهائي كاس عالم. اما بطوله العالم هي زي كاس عالم بتاع الكوره كده، اللي هي اكبر بطوله، الاكبر بطوله في اليد، بتقام كل سنتين، في العاب فرديه بتقام كل سنتين او كل سنه بطولة العالم، هي دي البطولة الأكبر. كاسات العالم ممكن واحد يلعب واحدة ما يلعبش التانية، إنما بطولة العالم هي أعلى رانك، أعلى رانكينج في البوينتس، هي دي البطولة الأقوى. فإحنا عندنا في الخماسي الحديث عندنا 10 بطولات كبرى تبع الاتحاد الدولي، عندنا 4 كاس عالم بيقاموا في كل واحدة في قارة، ثم نهائي كاس عالم، ثم عندنا بطولة العالم للكبار، بطولة العالم للناشئين، بطولة العالم للشباب، وعندنا حاجة اسمها بطولة العالم للليزر ران، وبطولة العالم للبياتر والتراثل. 10 بطولات، منهم 2 جراس روس يعني للصغيرين، ومنهم طبعا بطولة العالم للكبار والناشئين والشباب، هم دول اكبر، ثم سلسلة بطولات كاس العالم. بطولة العالم دي بقى اهميتها في ايه؟ لان هي المؤهلة للتأهيل المباشر لطوكيو، وهي اخر تأهيل.
يعني الاول احنا خلصنا امبارح قبل الساعه 12 بالليل كان لازم الاتحاد الدولي يبعت لجميع اللجان الاولمبيه في العالم من هم اللاعبين الذين تاهلوا في المرحله الاولى، واشرحها لحضرتك بعدين. حلو قوي. قبل ما نروح للمرحله الاولى عايزين نتكلم عن قصه انه المفروض من كل بلد في ولدين وبنتين بحد اقصى. احنا عندنا ثلاث ولاد وبنت ودي مشكله. لا احنا عندنا الاتي، مراحل التاهيل معروفه، تاهيل قاري، تاهيل عن بطوله العالم او نهائي كاس العالم، او تاهيل عن الرانك العالمي ست الاول في الرانك العالمي. لو دوله تاهل من عندها اكتر من اثنين ما تقدرش تلعب غير اثنين، بس بيبقى لها الحق انها تختار مين الاثنين. يعني احنا في 2016 كان عندنا اربع لاعبين مصريين متاهلين، واحد من التاهيل القاري، واحد من بطوله العالم، واثنين من الرانك العالمي. احنا اخترنا مين الاثنين يلعبوا، الاثنين التانيين ما يلعبوش، فبيحصل ترحيل لاماكنهم خلاص، والاتحاد الدولي يشوف مين اللي عليه الدور في الريزيرف في الاحتياطي، ممكن يطلع من دوله اخرى، مش شرط انه يطلع من، لان الحد الاقصى لكل دوله هو اثنين. فاحنا اثنين مش اربعه، اثنين ولاد واثنين بنات. اه فاحنا في مصر المرحله الاولى بتاعت التاهيل خلصت خلاص، او التاهيل النهائي خلص. احنا تاهل عندنا من التاهيل المباشر هايدي عادل بطله القاره الافريقيه، وتاهل عندنا ثلاث اولاد تاهيل مباشر، احمد الجندي من الثلاث مراكز الاولى على بطوله العالم، احمد اشرف من الست مراكز الاولى على الرانك العالمي، وشريف نظير بطل القاره الافريقيه. فبالتالي احنا كاتحاد نختار اثنين من الثلاثه. احنا اخترنا اوريدي، واحنا حاطين البرنامج للاختيار من ثلاث سنين، يعني اللعيبه كلها عارفه من ثلاث سنين الاولويه هتتحسب ازاي عشان ما يبقاش في اي لخبطه في الحته دي. فبالتالي هايدي هي الوحيده المؤهله، هتتاهل خلاص. ولما هيحصل ترحيل للاماكن ان شاء الله اميره انديل برضو هيجي الدور عليها، بس ده لسه هيبان على 30 يونيو. اما بالنسبه للولاد ففي ثلاثه مؤهلين بنسبه 100%، فاحنا هنختار مش القاري، احنا هنختار المؤهل من بطوله العالم والرانك العالمي. فبالتالي شريف نظير مكانه يروح لأول لاعب من قارة أفريقيا في الرانك العالمي، يعني أول لاعب غير مصري من قارة أفريقيا في الرانك العالمي كده هياخد فرصة إن هو يلعب الأولمبياد، عشان إحنا هنعتذر عن مكاننا بتاع القارة. مستر كلاوس شيرمان الرئيس الاتحاد الدولي للخماس الحديث. مستر كلاوس حدثني عن الفرق من وجهة نظرك في النسخة الحالية لبطولة العالم والنسخة السابقة. أود أن أوضح أن هذه البطولة تعتبر هي المنافسة الأخيرة قبل التوجه لأولمبياد طوكيو، وقد نظمنا بالفعل ثلاث دورات ناجحة من كأس العالم، ونحن شعرنا بحماس كبير لتنظيم هذه الدورة في مصر كفرصة أخيرة للوصول لحلم المشاركة اللعبة بأولمبياد طوكيو، وذلك أمر ضروري جدا للاتحاد الدولي والاتحادات المشاركة في اللعبة. كم عدد الدول المشاركة في هذه النسخة من بطولة العالم؟ لدينا أكثر من 50 فريق منافس، وهذا رقم كبير، ولكن لا يكفي فقط أن تنافس، ولكن يجب أيضا أن تكون مؤهلا للمنافسة بالبطولات الدولية، لأن العالم كله سيشاهدك، والأفضل هو من سيفوز ويكسب استحقاق المشاركة بالأولمبياد. دعنا نتحدث عن الاقتصاد الرياضي. العديد من الدول في الفترة الأخيرة اتجهت إلى الاقتصاد الرياضي. كيف ترى بطولة كبطولة اليوم، وكيف ستدعم الاقتصاد الرياضي؟
مصر نظمت بطولات كبار وناشئين للعبات مختلفة منذ 10 سنوات بنجاح كبير، ولديها خبرة كبيرة بالأمر. ووزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الدولية المصرية قرر مؤخرا استضافة فعاليات رياضية ذات مستوى عالي، وهو ما ظهر خلال تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد وتنظيم بطولة للجمباز لأول مرة في إفريقيا. لذا نستطيع أن نرى حجم استثمار مصر في المجال الرياضي، وهذا يجعلنا فخورين بتنظيم مصر لهذه البطولة قبل الذهاب إلى طوكيو. إذا نظرنا للشهور 14 الأخيرة سنجد أن أمم عدة قد عانت، لم نستطع تنظيم بطولات رياضية. أيضا قضية الرعاية حدث بها توتر من حيث إن كان الرعاة سيكملون عقودهم أم لا، وهذه كانت قضية كبيرة بالنسبة للاتحاد الدولي للعبة. بالنسبة للاتحاد الدولي للعبة فأنا رئيس محظوظ، لأنني استطعت إقناع كل الرعاة بالبقاء حتى بعد بطولة باريس 2024. هكذا قلت أني أتحمل المسؤولية وأننا استطعنا مساعدة اتحادات اللعبة. وعند النظر إلى مصر سنجد أنها نظمت العديد من البطولات الدولية، ما يعد أمرا مميزا جدا. المجر أيضا استطاعت تنظيم العديد من البطولات خلال تلك الفترة، وهو ما وضع البلدين بمكانة كبيرة رياضيا، وهو ما يسعد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ حينما يجد تعاونا من الحكومات لتنظيم البطولات. ونرى أنه من العظيم اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة في مصر، وهو أمر مهم لحركة الرياضة العالمية، ما يجعل مصر سفيرا لكامل القارة الإفريقية، لأن مصر أنجزت الكثير من التحديات للقارة كما يحدث الآن من تنظيم هذه البطولة في القاهرة. خلونا بقى نروح نشوف تفاصيل البطولة تنظيميا وكواليس تنظيم البطولة والصعوبات اللي قابلت كل منظمين البطولة مع مدير البطولة الأستاذ علي عاصم. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. عايزين نتكلم عن البطولة السنة دي، وهي استثنائية نوعا ما، ظروفها استثنائية ويمكن فيها نظام جديد وهو نظام البابل. ايه الصعوبات اللي قابلتك؟ طيب، هي بداية البطولة كانت المفروض هتنظم في بيلاروسيا، الأول بطولة عالم السنة دي 2021، ولكن حصل ظروف في بيلاروسيا، فالاتحاد الدولي بسبق خبراتنا وثقته في الاتحاد المصري وفي الدولة بعد ان احنا نظمنا الهاندبول وبطولات السلاح، أثناء تنظيم بطولة العالم السنة دي للاتحاد المصري والخماسي الحديث. فاحنا خدنا البطولة من فترة مش طويلة وبتعمل الاستعداد ليها عشان يطلعها في احسن صوره، تشرف زي ما حصل مع الهاندبول والبطولات اللي كانت سبقتنا في التنظيم. فطبعا كان التحدي من هنا ان احنا الوقت قصير، ورانا حاجات كتيره لازم نعملها، لازم نطلع دي بطوله العالم الكبار اللي هي اكبر محفل رياضي لرياضه الخماسي الحديث، بتتعمل كل سنه زيها زي كاس العالم بتاع الكوره، فلازم نطلعها في ابهى صوره ونقدر نطلع بلدنا ان هي قادره ان هي تنظم وان هي تبقى موجوده بصوره مشرفه قدام العالم كله رغم الظروف الاستثنائيه اللي العالم كله عايشها. طبعا نظام البابل السنه دي ده كان واجب علشان نحافظ على كل اللعيبه، لان احنا دي اخر بطوله بتتلعب قبل التاهيل للاولمبيك جيمز، وغالبيه اللعيبه اللي هتلعب الاولمبيك جيمز ان شاء الله موجودين جوه البطوله، فاحنا كان يهمنا ان كل اللعيبه تيجي سليمه، تروح سليمه، تشارك سليمه، وان هي تقدر تلعب في ظروف مناسبه وتطلع كل اللي عندها علشان
تقدم مستويات عالية ونضمن ان هم كلهم هيشاركوا في الاولمبيك جيمز، محدش يصاب، محدش يجيله كورونا، لان الاولمبيك جيمز خلاص على الابواب. فكان ده التحدي الصعب. نظام البابل طبعا كنا مش كل المنظمين بيشاركوا، بيقعدوا في الاوتيل او في ناس بتبقى موجودة، في ناس بتبقى برا. ان احنا ندخل كل المنظمين دي كانت حاجة صعبة جدا. اضطرينا نقلل اعداد الناس شوية اللي احنا هنشتغل بيها جوه البطولة، يعني بدل ما كنا بنخلي التاسك يبقى مثلا بيهندلوا 2 أو 3، بقى التاسك بيهندلوا 1، فبقى الواحد بيبقى عنده اكتر من تاسك ان هو يشتغله. الناس شالت المسؤولية الحمد لله، وقدرنا نعدي بالبطولة بر الامان. يعني اشتغلتوا بعدد اقل بس نفس الامكانيات يعني المادية؟ اشتغلنا بعدد اقل، لا نفس الامكانيات الماديه طبعا، والناس بذلت مجهود مضاعف. يعني اللي انا اقصده ان الواحد اللي كان بيعمل تاسك واحد قبل كده بقى بيعمل 2 و3 علشان نقدر نحافظ على المستوى اللي احنا واصلين له. في كل بطوله بيبقى فيه اخفاقات او غلطات بنتعلم منها، وده بنشوفه في البطوله اللي بعدها. مصر في الفتره اللي فاتت زي ما قلنا انه هي نظمت بطولات كتير دوليه ومش صغيره، بطولات كبيره. من وجهة نظر حضرتك البروجرس بتاعت مصر من أول بطولة نظمتها لحد دلوقتي، شايف مصر رايحة فين في تنظيم البطولات؟ احنا يمكن بقالنا سنين طويلة من أيام ما أنا كنت بلعب وبعدين بطلت وبقيت أحكم وبقيت أبقى مدير بطولات، وإحنا مصر بتنظم بطولات دولية. يمكن الليفل بتاع البطولات الدولية مؤخرا في آخر 6-7 سنين ابتدى الاتحاد الدولي يدينا بطولات كاس عالم ننظمها. طبعا كلنا اكتسبنا خبرات، انا اكتسبت خبرات، الناس اللي شغاله معايا كلها اكتسبت خبرات، وده اللي خلى الاتحاد الدولي عنده ثقه تامه انه لما حصل ظرف في تنظيم بطوله العالم في بيلاروسيا انه يسندها لمصر، لانه عارف الامكانيات اللي موجوده، عارف الطاقه البشريه، عارف امكانيات الناس اللي موجوده. طبعا كان بيبقى فيه غلطات في كل بطوله بنتلافاها مع الوقت لحد ما يعني بنحاول على قد ما نقدر. مفيش بطوله هتعدي من غير غلطات، احنا طول ما في بشر طول ما في الغلط ممكن، احنا كلنا بني ادمين، في حاجات طريقه بتحصل، في حاجات بتحصل في وسط البطوله بتبقى مش متوقعه انها تحصل، في حاجات بتبقى مضمونه تلاقيها حصل فيها حاجه، كابل كهرباء اتقطع، واحد معدي قطع حاجه، بتبقى حاجات بسيطة بس بتبقى مش معمول حسابها. عنصر بشري موجود، طالما العنصر البشري موجود الخطأ موجود، بس احنا الحمد لله بإمكانياتنا وخبرات الناس اللي كلها موجودة تكاد تكون الأخطاء مش معدومة، بس في أقل القليل، يعني أقل القليل اللي ممكن يكون فيه خطأ بشري موجود. خلونا بقى نروح للجزء الأهم وهو الجزء التسويقي، واللي مؤخرا في آخر 10 سنين تقريبا بقى فيه مصطلح التسويق الرياضي، ما كانش فيه ده قبل كده أو ما كانش محطوط في الفريم اللي محطوط فيه دلوقتي. هنروح بأستاذ محمد جاد رئيس تسويق أو مدير التسويق في الاتحاد المصري الخماسي. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا، شرفتونا. أهلا بحضرتك. كلمني عن آخر بطولة، أو قبل ما نبتدي نروح لآخر بطولة كلمني الأول عن التسويق الرياضي. بصي، هو التسويق الرياضي جملة شمولية قوي، تمام، بس أنا هكلمك على التسويق الاتحاد المصري للخماسي الحديث، والفرق بتاع وجود الشركات الراعية في خلال السنتين اللي فاتوا بما فيهم السنة بتاعت الكورونا. يعني الاتحاد المصري للخماسي الحديث قدر 2019-20 و 2021 يدخل مجموعة من الشركات، حطت له فند بيمثل مثلا
ممكن نقول من 15-20% من الفند اللي بيقدر يجي او يتوفر للاتحاد ماليا تمام. وكلها شركات هي لازم تمشي win-win situation. الرياضة هي العمود الفقري اللي بتقاس من خلاله مدى تقدم وتحضر الأمم والشعوب، وزي ما قال سيادة الرئيس هي رسالة الأمن والأمان. لما تيجي تنظمي طولة زي اللي فاتت دي في البلد وبيجيها 55 دولة بالمسؤولين بتوعها باللاعبتها، فأنت بتقولي أن أنت في حالة أمن وأمان، وهي أحد أهم عوامل دفع عجلة الاقتصاد من خلال استخدام ثلاث مجالات: السياحة والتسويق والإعلام. اضغط التلفزيون فده إعلام، سياحة عن طريق الاكوموديشنز اللي اتعملت للفرق الرياضية في الاوتيلات، وتسويق من خلال البراندنج اللي اتعمل في الملاعب الخمسة تمام. وهي النافذة الحقيقية لدور المسؤولية المجتمعية للشركات الخاصة في تنمية وتطوير اي مجتمع حواليها. فاحنا قدرنا ان احنا نجيب شركة زي شركة قطاع الطبي مثلا، احدى شركات القطاع الطبي، شركة من الشركات الكبرى للأدوية، انها تبقى راعي استراتيجي او راعي رئيسي. بنك من البنوك الأهلية القوية هو راعي برضو استراتيجي وشريك أساسي في الاتحاد المصري للخماسي الحديث ومعظم الاتحادات الرياضية الموجودة جوه اللجنة الأولمبية. أحدى شركات الأساس المكتبي، شركة من الشركات اللي بتعمل مواد مطهرة للمية، أحد الشركات الوطنية للنقل. فده معناه أن احنا قدرنا نوصل كذا قطاع. وانت لازم توصلي الرسالة، هي فكرة أن اللي بيشتغل في التسويق الرياضي لازم يبقى فاهم كويس قوي هو بيعمل ايه، بيحول اللعيب او الاتحاد لمنتج. انت مستحيل مستحيل ان انت تشتري حاجة ما انتيش عارفها. العالم كله بيواجه دلوقتي المشكلة بتاعت فيروس كورونا والفاكسين، هي الناس خايفة من الفاكسين عشان ما شافتوش ومش عارفة اضراره ومش عارفة السايد افكس بتاعته ومش عارفة الدنيا ممكن تمشي ازاي. فانت احنا بنحول اللعيبة سواء كان في الخماسي او رياضة تانية لبرودك لمنتج، ونعمل له بزنس بلان، نعمل له ادفرتايزنج بلان، ونبتدي نبيعها للشركات وين وين سيتويشن. الشركة اللي بتاخدها على انها وسيلة اعلامية او تسويقية هي مستفيدة منها، فبتحط جزء من ميزانية التسويق. الشركة اللي بتاخدها من وسيلة المسؤولية المجتمعية فبتحط جزء من CSR budget بتاعتها. وبذلك بنقدر نوصل المسج ان احنا بيبقى معانا شركات كبيرة. احنا كان معانا يعني مثلا فور اكزامبل واحدة من الشركتين الكبار بتوع المواد الغذائية كانوا سبونسر معانا من خلال مسؤولية مجتمعية، قدروا يوفروا برودكتس بكميات مهولة. انت متخيلة ان 500 فرد بيلعبوا على مدار اسبوع بيستهلكوا قد ايه من السي اس دي، الكانز والمية والعصاير والكلام ده. فمشاركتهم ما كانتش فاند، ما كانتش كاش، ما هو احنا ممكن نحول البرودكت لفاند ككاش. انت وفرت عليا بدل ما انا هدفع 200-300 الف عشان اشتري كراتين مية واشتري عصاير واشتري الكلام ده، انت اديتهم لي فور فري. فده جزء من السيرفيس اللي اتقدمت، الترانسبورتيشن، الاكوموديشن في الاوتيلات والسيرفيس اللي بتتقدم عليه. فهو ده كل الحاجات اللي بتخدم على المنظومة الرياضية. احنا دلوقتي بنلعب في وقت ما فيهوش جمهور بسبب كورونا، عدم وجود الجمهور يمكن بيقلل شوية من المكسب او الربح او ما الى اخره اللي ممكن تكسبه من البطولة. ده حقيقي. بتعوضه ازاي بقى؟ ما انا هقولك، هو لو عليكي هنا بيبقى مؤثر بنسبة كبيرة، لو عالميا زي ما احنا شايفين هو مش مؤثر بنسبة كبيرة. بمعنى ان الشركات الراعية دايما بتبقى عايزة ثلاث حاجات. بتبقى عايزة تعمل البراندنج بتاعها ان هي تبقى متشافة تمام، ده واحد، سواء كان عن طريق التلفزيون او الصحف او عن طريق المسموعة في الراديو. تاني حاجة محتاجة ان هو تتشاف فضائيا، بمعنى انها منقولة في دولة تانية فمتشافة من خلال قنوات موجودة في دولة تانية. والتريد ماركتنج اكتيفيشن، انها تعمل اكتيفيشن للجمهور. ده بيمثل 20% من ال 100% اللي بتتعمل. لكن الاكبر هو البراند اويرنس. البراندنج بالظبط، ان انا شايف اللوجو موجود في التلفزيون او اللوجو موجود على التيشيرت واليونيفورم بتاع اللعيبه وهم واقفين على البوديوم، اللوجو موجود على الباك دروب بتاع الاوردنج، اللوجو موجود على الباك دروب بتاع الميديا، اللوجو موجود في محيط الملعب، اللوجو موجود في الاوتيل على الرولب، موجود على الاوتوبيس، بيتعمل تقارير فبيتنقل اللوجو. هو ده المهم بنسبة 70-80%. الأولمبيك هتتلعب تمام، بس هتتلعب برولز وإجراءات احترازية. طب هو ليه الإصرار على الأولمبيك ما نلغيها خالص؟ لا طبعا، هنخسر مليارات، هم هناك يخسروا مليارات الدولارات،
علشان خاطر السبونسرشيب وعشان خاطر البرودكاست وعشان خاطر الميديا والاذاعه والكلام ده كله. هنلعب من غير جمهور؟ هنلعب من غير جمهور. هنلعب بجمهور وطني في اليابان؟ نلعب بالجمهور الوطني في... بس نلعب عشان البراندنج يفضل موجود، عشان يبقى فيه استمراريه لدعم الاي او سي الانترناشونال اولمبيك كوميتي تمام من خلال السبونسرشيب. طبعا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتني، ميرسي. العفو، ربنا يخليك. زي ما شفنا كده في حلقه النهارده حاولنا نوري حضراتكم كواليس بطوله العالم الخماسي الحديث اللي اقيمت في مصر في خلال الايام اللي فاتت، واللي زي ما شفنا تفاصيلها كلها مشرفه، منظومه كامله من اول وزاره الشباب والرياضه لحد اللعيبه لحد العمال اللي موجودين في الاستاد، كل واحد بيقوم بدوره على اكمل وجه علشان البطوله تطلع بالشكل المشرف اللي طلعت بيه، وعندنا اربع لعيبه اتأهلوا، ودي حاجة كمان مشرفة لأي مصري. دي كانت حلقتنا النهاردة في تاني سبورت، استنونا في حلقة جديدة.